الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويجزيك خير ربي. معك شبكة نشر تغطية الأحداث في سوريا، ممكن ناخذ منك صورة عن الوضع الحالي؟ يا حبيبي نعم الوضع الحالي، نعم الصفات الورمية في الشوارع حول الجامعة. نعم ألو. أيوة سامع. الصفات الورمية في الشوارع نعم حول الجامعة العمر الكبير نعم اللي أصلا بكف التليفون العدد فوق المية، نعم اللي بتقول للراس ومن باب الدار عم يتجوز، نعم ممنوع تطلع، ممنوع تفوت على مكبرات الصوت، ممنوع انسان يطلع برا، ممنوع تجول. طيب بتقدر تعطينا فكرة عن الإصابات وين عم تكون موقعها من جسم ال كل الإصابات عم تصير، كل الإصابات من الصدر فوق، إصابات كانت 100%. طيب تستطيع تعطينا عدد الإصابات تقريبا يعني؟ طيب اللي عم يهاجموا المتظاهرين او الناس في الشارع، يعني بتقدر تعطينا شو لابسين مثلا، شو الاسلحه اللي بيستخدموها؟ الامن المركزي من الشام دخل علي، انا كنت غايب وطلعت، قوات الامن المركزي من الشام، روحهم ناس لابسين اسود ومربين اسود لابسين ابو القنافه، ابو القنافه اللي اخبارهم يقول عاصوا حزب الله. لهم مليحه يعني؟ اي لهم مليحه. يعني انت شفت بعينك حدا منهم؟ لابسين كحلي تبعين الامن المركزي. كل يوم عم يقولون في ناس مالحه. ابوك الحين حزب الله. يعني؟ متمركزين حاليا في مدارس الجامع العمري. متمركزين حاليا ابو القنافه في مدارس الجامع العمري وفوق البريد للجامع العمري. طيب في اسماء معينه من الشهداء؟ الشهداء يا سيدي العزيز عمر عبد الوالي المسالمة، نعم قتل الشهيد ابتسام المسالمة، نعم الشهيد الدكتور غصاب المسالمة غصاب المحاميد، نعم ابتسام غصاب المحاميد، نعم الشهيد بلال بن بوت، الشهيد محمد بن بوت، الشهيد حميد بن بوت، الشهيد فادي عباس المحامين، نعم الشهيد اللهم صل على سيدنا محمد بن هيون المحامين، نعم الشهيد بدر بن بوت، الشهيد محمد امين المسلمة، نعم يعني ابو اللي بعد لك كان ابو في المعركه بعرفه بس استشهدوا. طيب في سيارات اسعاف عم توصل عندكم في في وسائل اعلام عندكم توصلوا صوتكم الها ولا شيء؟ ولا شيء ممنوع على الناس، الهواتف التوالي هسه اشتغلت بسوريا، بجوز بتعطينا الرؤساء بجوز ما تقطعوها. نعم. الكهرباء بعد هسه على صوت المغرب فورا طفي، ممنوع التجول بالشوارع. طيب الادوية الكهرباء صارت خاصة درعا كل الناس. منطقة درعا البلد حصرا يعني. الادوية متوفرة. واسع في طبعا اطلاق نار بدرع المحطة. نعم. هسه من اقل من دقيقة، لو حتى ما الله اكرم من اقل من دقيقة في اطلاق نار بالمحطة. بدون اسماء، بدون اسماء. نعم. بدون اسماء اخي، بدون اسماء. طيب. الوضع الدوائي والغذائي والمي. الوضع تعبان. الناس كلهم زي اخوي ما عم يقدر الانسان يرتاح يجيب الامور خمس اولاده اللي بده يطلع يا اما بده ينفقد يا اما بتتجوز. من جد اسمه امين حميد مفقود ما هوش معروف فين. واربع شباب من بيت الدوار. طيب اخي شكرا لك. طيب اخي شكرا لك، الصورة وضحت، شكرا لك.